إذن لنهيد قلنا كيفاش نتحكموا في الضغط النفسي. الو قبل بغيت بعدا نعطي واحد لا ديفينيسيون ديال الضغط. في نظرك صوفيا فين ساكن لو ستريس؟ فين ساكن؟ فين كاري؟ في القلب. ايبن نو، ما ساكنش في القلب. ميرسي بوكو. ساكن هنا في الدماغ. 99% ساكن في الدماغ، اي ساكن في بلاصه واحده سميتها المستقبل. دوك الناس شنو كيكون لهم؟ كيكون عندهم العاده باش يكونوا في الحاضر. دوك كندير شي حاجه، كنشرب ميها، اي قال كنشرب ميها، كنهضر مع صوفيا، كنهضر مع صوفيا، لا انا جالسه مع صوفيا، وكنخمم ويلي الناس غنعجبهم، ويلي غيضحكوا عليا، عندك ماشي نعورها، عندك ما نكونش في المستوى، عندك دوك ولي باش نكون جالسه معاك في الحاضر ومركزه معاك. دماغي خدام، الموتور خدام. دوك 99% ستريس كيكون ساكن وكاري وعاجبو المحل وما باغيش يخرج في الدماغ، ولكن في لا بروجيكسيون ديال لو فيتور جالسه كنخمم شي حاجه اللي في المستقبل اللي يمكن هي ما عمرها غتوقع، ولكن كنكبرها قداش وبزاف وعاد. هذه اول حاجه الواحد مزيان يعرف راسو بعدا فين مسكن ستريس. هذاك الضيف اللي هو مزيان اون رياليتي كيحمق غزال الا كان مضبوط والكميه ديالو صغيره. ستادير لو ستريس عجيب جدا، حيت هو اللي كيخليك تنوضي تحركي في الصباح، يكون عندك هدف وديري، كيتحول لطاقه ايجابيه بطبيعه الحال. ملي كيكثر كيولي مصيبه.